بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع مهم جدا. الفيديو ده كالفيديوهات اللي احنا بنعملها كالعادة، نوع من الإرشادات والنصائح، نوع من التوعية، نوع من هدوء النفس اللي هي النفوس اللي هي مفزعة من الرؤى والأحلام المخيفة. النهاردة هوضح لكم أمور يا جماعة انتوا دايما بتاخدوها بشكل سيء أو شكل مخيف، مما يؤدي إلى التوتر وعدم استقرار في الحياة. طبعا من كم يوم في حد بيقول لي: يا شيخ، أنا دايما بحلم بحيوانات معينة أو بأمور معينة مفزعة، وده كل اللي بيقوله ولا أكلمه يقول لي ده طبعا أكيد سحر، أكيد مس، حاجات زي كده، وانا بشوف الحاجات دي كتير، فمش قادر يعني اتحمل اكتر من كده. للاسف يا جماعه، مش اي حاجه بتشاف بتشير على السحر او المس او حاجه زي كده. حتى لو الحاجه اللي هي يعني اشاره سحر، مش دليل على سحر في الرؤيه، لان احيانا لها اوجه كتير. يعني حيوانات بتشير على سحر، واحيانا ما بتشيرش على سحر، بتشير على اشخاص، يعني انت بتتعامل مع الناس. فمش اي حد كل ما بيشوف رؤية فيها حيوانات متكررة معاه على طول او حاجة زي كده، لان احنا عندنا قاعدة الناس بيقولوا كتير، يعني اللي بيشوف حيوانات كتير ده معمول له سحر، خلاص اللي بيشوف حاجات مخيفة كتير ده عنده مس. لا، هذا ليس قاعدة ثابتة في علم المعالجة، لان علم المعالجة غير كده خالص. العلم متسع وكبير وواسع، سيما كان علم المعالجة أو علم التفسير، فالأمر حساس، ما بنقفش على جزئية واحدة، لأن فيه اختلافات كتيرة ومتغيرات كتيرة في الظروف والأحوال والأشخاص، خلاص. فجزئية إن الواحد بيشوف حيوانات، أحيانا الحيوانات دي بتشير على أشخاص، ناس، وأحيانا بتشير على أفعال، واحيانا بيشير على احوال خفيه. لكن ما نحطش في دماغي ان هو ثابت. يعني المشكله ان احنا عندنا ان يشوف الحاجه خلاص دي معروف دي بتشير لسحر، سحر. اي حد يشوف الحاجه دي سحر، اي سحر. هو ايه الحكايه يا جماعه؟ ما ينفعش، مش كده. اللي اشوفه انا غير اللي يشوفه غيري، غير اللي يشوفه تاني حد تاني، كل واحد ليه تاويل مختلف. ده بيشير للكذا، وده بيشير للكذا، وده بيشير للكذا. وطبعا يتبع او يسبق هذه الرؤى والاحلام احوال وظروف، خلاص، مناخ بيعيشه الرائي، معاملات بيعيشها الرائي، خلاص، في حياته. هل بيعاني من امور في ذات نفسه، ولا هل بيعاني بامور مع من حوله؟ هل بيعاني بامور في التفكير؟ هل بيعاني بأمور في تحقيق الأهداف؟ هنا المعاناة لها دور. بتعاني في إيه؟ إيه اللي بتعاني منه؟ طب إيه الأعراض اللي عندك؟ في أعراض؟ لا، مفيش أعراض. بيشوف كده بس مفيش أعراض، خلاص، يبقى خلاص مفيش أعراض، وبيشوف حاجة كده وموهوم برضو إن في كده؟ لا، الحاجات دي يا جماعة لازم ننتبه للأمر ده جيدا. ما ينفعش إن أنا يعني في خطوره، في قاعده في علم التفسير عشان اقول لكم عليها، ان من منتهى الخطوره ان الانسان عندما يستيقظ من نومه يرى بيشوف حاجه يعني مفزعه او حاجه زي كده، فيحط في نفسه او يجي في نفسه او يؤول لنفسه ان الرؤيه دي كذا، اكيد دي في حاجه بتحصل النهارده، في حاجه كده، دي خطر، خطر جدا. ما تحطش في نفسك كده، لان فعلا ممكن تصاب بحاجه زي كده، وهي اصلا الرؤيه لا تشير لذلك خالص. ولكن مجرد ان انت وضعت في نفسك الشيء كده، حطيت نفسك في مأزق. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حاجه جميله جدا جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم ما يفزع، شفت حاجه مخيفه، حاجه مرعبه، فمن رأى منكم شيء ما يفزع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ قال: فليستعذ من الشيطان، وليدفل على يساره ثلاث، ولا يذكرها فإنها لا تضره. كلمة هنا فلا يذكرها بمعنى ايه؟
ما يقولهاش لأي حد وخلاص، ما يقولش لزمايله في الشغل وأصحابه وأصدقائه وحاجة زي كده، لأن منهم اللي عنده الضغينة ومنهم اللي عنده الغيرة والحقد، فيقول قولا يضرك. لأن الرؤية حساسة زي ما قلت في فيديو قبل كده يا جماعة، إن الرؤية دي سر بينك وبين الله، لو أطلعت عليه غيرك خلاص السر ده إما فسد الخير الذي فيه أو وقع الشر الذي به. طب امال نعمل ايه يا شيخ؟ لا، ندي السر ده لاربابه. السر ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تديه مين؟ لما حد بيشوف رؤيه بيكلم ان هما المعبر الحقيقي، ليس المدعي هذا العلم، لان برضه هيديك في داهيه. فاحنا بنقول كده، يبقى احنا نجينا نفسنا. اول حاجه ما اخدش في نفسي لما اشوف حاجه زي كده، برجع للظروف والاحوال وهدا كده، وبدرج او بقص او اسرد هذه الرؤية لأهلها، لأربابها، المعبر الحقيقي أو مفسر الأحلام الحقيقي الذي وهبه الله عز وجل لهذا العلم، يقول له. فالمعبر من الحكمة الذي وهبها له الله له وأعطاه الله له، هذه الحكمة دي بتقول له إيه؟ إذا رأى المعبر شيء به شر في الرؤية فلا يذكرها حتى لا تقع، ولكن يذكر كيف يتفادى من هذا البلاء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. ولكن لو لقى فيها خير يقول له لا خير، ما تخافش. الرؤية بتحكي أحداث أنت عايشها، والرؤية بتحكي بتديك نتيجة أفعال ماضية أنت عملتها خلاص، والرؤية بتديك أمور غيبية لسه مش متعلقة لا بحاضر ولا بماضي، حاجة جديدة. لكن إيه دي؟ دي اسمها حاجات قدرية من الأقدار. طيب لو الحاجة الرؤية، خلي بالك في الحتة دي يا جماعة، خلي بالكم الحتة دي حساسة جدا، انتبه. لو الرؤية اللي بتتكلم على الغيب القدري، الغيب غير معلوم، وبتشير لك إن في حاجة مش كويسة، طب نعمل إيه؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا حاجات كتير واشار لينا حاجات ازاي نتخلص من الاقدار. ده قدر يا شيخ. انت ما تعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الدعاء يرد القضاء، والصدقه ترفع البلاء. طب وفي حته ثالثه بقى، ايه هي؟ في انا رؤيا اشارت ليا لحاجه مش كويسه في المستقبل البعيد، فنعمل ايه؟ أنا أرجع أظبط أحوالي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى في الطاعات مع الدعاء، إن ربنا ينجيني من شر هذا البلاء. فربنا سبحانه وتعالى قبل أن يقع عليك أو يسبق عليك هذا البلاء القدري يهب لك رؤية تزيل هذا القدر. خلاص؟ يبقى معاك فرصة، معك فرصة على ما يجي ميعاد تحقيق الرؤية. ما خلي بالك الرؤية اللي شفتها مش معناها ان انت تشوفها تاني يوم ولا تالت يوم لما بتشوف الرؤية، لا، الرؤية على حسب شفتها على مدار الليل، شفتها امتى من الليل، يبقى تفسيرها يكون بعد سنة ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين سنة. خلاص يا جماعة؟ يبقى معانا فرصة ان الرؤية لسه في مدار زمني هتتحقق فيه، لسه ما جاش. ففي الفرصة دي بقى اجتهد، اجتهد انا بيني وبين ربنا وانا في دعاء وتضرع. فسبحان الله العلي العظيم من رحمته الواسعه، ربنا بيهب لك رؤيه تزيل هذا البلاء، او ممكن يزيل البلاء دون رؤيه، لان انت دعيت الملك المجيب. خلاص؟ فهنا جزئيه مهمه يا جماعه، ننتبه يا جماعه للارشادات والنصائح دي. مش اي حد يجي على الساحه وتقول له يقول لك كذا، تقول له يقول لك لا ده انت مصاب، لازم تعمل كذا وكذا وكذا، ولازم تروح لراقي، ولازم تتعالج، ولازم كذا وكذا، ولخبط له الدنيا وقاوم له الدنيا على دماغه. طب بناء على ايه قال كده؟ بناء على ايه؟ اول ما اقول لك كده هدخل كده على طول، قبل ما اقول الحاجه لازم اتحرى منها كثيرا. كثيرا ايه؟ بكثره الاسئله، حتى اتحرى ان خلاص ما فيش اي جانب من الجوانب مفتوح غير الجانب ده. وفي ادله ان الشخص المصاب ان عنده اعراض، بيعاني فعلا بحاجات هي بتشير كده، والرؤيه بتشير لذلك، وما عندوش اي مخالفات تانية ولا اي احوال تانية،
ها فبنرجع نجي المعالجة الصحيحة بقى، مش نقع في ايد مشعوذين او سحرة يبهدلوك اكتر. ولكن انا اول ما تقول لي كده يا شيخ، طب واحد يقول لي طب انا عايز اكشف يا شيخ، انا عندي حاجة، هو انت شايفني ساحر؟ خلاص يعني ساحر يعني كذاب، يعني شايفني مشعوذ يعني ايه؟ يعني مخادع يعني، يعني ايه يعني حد بيقول كده يبقى ايه؟ ده بيضحك عليك، حد بيديهوله يقول لك انت لا انت عندك كذا كذا من دون اي ده مخادع وكذاب، ما تمشيش وراه. لكن دايما اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اعطاها العلم يكون دايما يعطيه العلم مع الرحمه، يعطيه العلم مع الحكمه، يعطيه العلم مع الدرايه والفطنه. من عملية مش كده يعني، ربنا سبحانه وتعالى يعني بيديك حاجة يبقى مغلفها بقى، بيديك حاجة نقية خلاص شفافة مش أي حد يخوض فيها. لكن احنا بيقول أنا عندي كذا وكذا، إيه كذا، ويهبل مع الناس بقى ويقول أي حاجة، والناس طبعا عشان مش عارفة مع الخوف فالعملية يجي له الوهم، والوهم يقتله. أشد حاجة على الإنسان الوهم يا جماعة. فننتبه يا جماعة، الفيديو ده يعتبر نوع من الارشادات. ولو انتوا عندكم اي موضوع عايزين نتكلم فيه نوع من النصيحه او الارشاد او التوعيه، اكتبوا في التعليق وان شاء الله هنعمل له فيديو باذن الله تعالى. بس اهم حاجه ان حضراتكم تهتموا شويه بنفسكم، وبلاش يبقى عندكم يعني القلق والتوتر، وخلوا عندكم ثقه ودرايه. واعرف او اعلموا جميعا أن الأمور المقدرة من عند ربنا سبحانه وتعالى ستكون بشكل أو آخر. أنت من شوية يا شيخ قلت لنا القدر، أنت ممكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ونزيل القدر. طب القدر أنت هتلخبطنا ولا إيه؟ لا يا جماعة، لما يكون في قدر ربنا رايد إن هو يغيره، فيجري على لسانك الدعاء، ويسر لك الأمر للدعاء، ويسر لك الأمر لإزالة هذا الأمر خلاص عشان يزيل الامر. ربنا مقدر ومقدر هذا الامر والتاني. لكن لو عمل في القدر موجود ولا يقدر لك ازاله هذا القدر، فلا يجري على لسانك اي شيء ولا يوفق، ويا الامور تكون ايه ملخبطه، ما عندكش السبب، مش قادر اعمل اي حاجه، مش حتى الدعاء من نفسي مزلوق، ايه يحصل يحصل بقى، انا تعبت قفلت معاه خلاص. لا، فدايما الانسان دايما برضه يستعين بربنا سبحانه وتعالى، وربنا هو اسمه الرحمن الرحيم، هو ارحم الراحمين. فعشان كده من يأس من رحمه الله سبحانه وتعالى، وما نخافش، واللي يقدره ربنا لينا برضه خير، حتى لو شر. حتى لو شر احنا في نظرنا هو شر، بس هو خير، لان كان له عواقب اخرى احنا ما نعرفهاش، والحكمه حدثت هذه الامور. فلازم نتعلم من الامور القدريه دي ان شاء الله تعالى، وننتبه لنفسنا ولا ننجرف وراء كل من يقول او يعني يقول لكم ده انا وانا وفي انتوا وكذا وكذا. مش اي حد، مش معنى ان نزل على الساحه يا جماعه اي حد، مش معنى ان هو نزل على الساحه وعلى المنصات بيتكلم معناه ان هو عنده العلم. اي حد بيدخل، اي حد بيطلع بيتكلم في اي حاجه في اي حاجه خلاص. فأصبح المنصة متاحة للجميع، بالشر والباطل، بالكذب والنفاق، بالصدق والرياء، أي حاجة موجودة، كل التشكيلة بتاعت الحياة تكون كلها موجودة على المنصات. يبقى مش أي حد، لا ده أنا في شيخ طلع قال لي كذا كذا، عشان شايف الشيخ قدامك بلحية ويبقى خلاص، وطلع المنصة هو في رقابة، ما فيش رقابة للأمور دي، وفي دراسة ونوع من الإيه؟ من الاختبارات. مثلا عشان يدخل الساحه لازم يخش على اختبارات، هل مدرك هذا العلم ولا يدرك خلاص، من علماء اجلاء مثلا. لكن ما فيش، الامور متاحه للجميع، بل بالعكس الهراء منه كثير خلاص. فننتبه يا جماعه لهذا الامر ان شاء الله تعالى، ونكون دايما في استعانه بالله سبحانه وتعالى، ويعني طبتم وطاب ممشاكم، وان شاء الله نسأل الله العلي العظيم أن يحفظكم ويحفظنا، وينجيكم وينجينا، ويسر لنا أمرنا،
إلى ما يحبه ويرضاه. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.